كل سنة وحضراتكم طيبين، جايين النهاردة بفيديو العبايات، عبايات العيد. تعالوا بقى شوفوا عبايات الاستقبال والمقاسات، كل المقاسات موجودة، العبايات الفسكوز وعبايات كرداسة وكمان عبايات على شكل دريسات. طبعا كل دي عبايات للبيت. عايزين كمان نتفرج على اسعارها. بصوا، في اسعار 75 جنيه لعبايات كرداسه او اللي هي الاستقبال. مش كده وبس، ده في كمان اسعار تانية بتوصل لغايه 45 جنيه. يعني احنا النهارده هنشوف عبايات زي اللي قدامنا دي ب 45 جنيه. يلا بسرعه ندخل على الفيديو ونتفرج عليه كله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنه وحضراتكم طيبين، دايما بجيب لكم الحاجه الحلوه وجنبكم، وكمان السعر حلو جدا. شايفين السعر؟ عبايه رمضان وعبايه العيد. طبعا احنا دلوقتي بنصور واحنا في رمضان، بنصور واحنا صايمين. عايزه بقى دعوه حلوه وكده، كومنتات جميله ولايكات كتير وشير. تعالوا بقى نشوف احنا فين وهنصور. المكان هنا اسمه ايه؟ سنتر. مش هقول لك. ماشي، سنتر مش هقول لك، بس انا هقول لكم خلي بالكم على كل حاجه. عايزه اقول لكم عبايات كرداسه، الحاجات الجميله اللي تجنن دي عندنا ب 75 جنيه. لا، المفاجاه بقى عندنا ب 45 جنيه. ازاي يا منى؟ هنقول لكم، بس دلوقتي ندخل اعملوا يلا لايك واشتراك ونبتدي على بركه الله. بصوا حبايبي بقى، هنبتدي اول حاجه بالعرض اللي قدامنا اللي بره ده اللي هو 75. ايه يا قمر بقى؟ المقاسات ايه بقى؟ كل الكلام ده في من اول لارج لحد 3 اكس. من اول لارج لاي عبايه في دول؟ الماتيريال بتاعتها ايه بالظبط؟ الخامات اللي هي الفسكوز اللي هي اللي فوق دي اللي انا مسكتها دي فسكوز يا جماعه. بصوا اللي هي الطاووس دي تحفه. عايزه اقول لكم شويه خامات وشويه عبايات تحفه. اي عبايه فيهم لغايه 3 اكس زي ما المطبسيل بتقول موجوده عندنا ب 75 جنيه. دي عبايه العيد. هيصوا بقى على العيد وقولوا ايوه، قولوا لي بقى دعوه حلوه بقى. بصوا الجمال، بصوا السوداء دي كمان اللي فوق اللي هي انه اللي هي كل ده كده 120 من اول اللي هنا. العبايات دي ب 180 جنيه بس. اي حد يجي من تبع حضرتك طبعا 120. بصوا دول كده 120، دي كده اللي هنا دي 75 اللي هي الجزء ده حبايبي برده عشان تبقوا عارفين 75. بصوا جو كرداسه بقى، ندخل على دي ب 120 جنيه. بصوا الجمال، بصوا الشياكه، وبرده كل المقاسات كل الالوان طبعا وكل الالوان. شايفين الالوان وجمالها؟ تعالوا ندخل جوه كمان ونتفرج في ايه بقى جوه كمان. بصوا حبايبي بقى، كمان عندنا حاجات زي دي برضو، دي ب 75. 75 ممكن نشوفها يا قمر اهي. بصوا حبايبي اهي اشكال، وفي كمان مشجر منها، دي برضو ضمن ال 75 العرض بتاعنا. لسه هفرجكم دلوقتي على عروض حلوه ومقاسات حلوه واسعار حلوه. نزليها تحت شويه بس كده ايه عشان الناس تشوفها. انا بس عشان اهي يا حبايبي. ايوه كده تمام. ايوه كده تمام. تمام. واللي جنبها دي بكام بقى؟ اللي جنبها دي دي حاجه تانية. دي فيسكوز اللي هي المستورد. المستورد تمام. عندنا بقى انا شايفه 45. ايه قصه 45 دي؟ بصي، هو العرض ده طبعا لعيد الام لرمضان. سوري. ايوه، بس طبعا احنا لسه في اول رمضان اهو يعتبر. يعني احنا النهارده يعني دخلنا اهو. لسه رمضان. لسه برضه رمضان. دي كلها اشكال في قلب بعض. بصوا يا جماعه ب 45 جنيه بس. دي مقاساتها ايه دي؟ مو 45؟ لا، في منها مقاسات، كل المقاسات من اول مثلا اللارجات لحد 4 اكس. طب ممكن تفرجينا على اشكالها لو هتعجبك؟ لا عادي. ماشي. بصوا حبايبي، دي الوانها اهي ب 45 جنيه بس، عبايه كرداسه. تمام، الله ينور. بصوا، وزي ما قلنا كل المقاسات، بس كلها نص. كلها نص بكم. مفيش منها بكم. لا، كلها نص. في بقى اللي هو البكم اللي هو زي الورقه. ده اللي هو 75، ده اللي قلنا ب 75. تمام، في ايه تاني النهارده؟ بصوا حبايبي، عندنا كاشات كمان، مش هنحرمكم من حاجه. الفسكوز اهو، بصوا حبايبي القمصان الفسكوز دي مقاساتها بقى لغايه فين؟ هي دي برضو من اول لارج لحد 4 اكس. لحد 3 اكس و 4 اكس. لحد 3 4 اكس، يعني هاتي ما تقلقيش. بص الالوان دي فسكوز رفيعه وتخينه. ايوه، لابس كله. خامات بقى جميله جدا، مش اللي هي تكش والحاجات دي. في خصم نازل عليهم يوم الجمعه، هيبقوا ب 35 جنيه. والله يوم الجمعه دي ان شاء بقى الله. مفاجاه، يعني دي مفاجاه ليكي انت بقى. انت يا جماعه يوم الجمعه عليها خصم 35 جنيه. طبعا القناه طبعا ربنا يعني يخليك يا رب. شكرا ذوق حضرتك. هقول لكم طبعا العنوان في الاخر، هم الناس هيوصفوا لكم في محل ايه. ما تقولش لحد. مش هقول لك. مش هقول لك. ايوه. اللي بعده بقى ده. بص الكيس ده كده. ايوه. المفروض شغال 120. تمام. طبعا لاي حد متابع القناه. 100 جنيه. ده بدل 125 100 جنيه يا جماعه. ده بقى ايه؟ كم نص كم كده. نص كم وقريشه كده. تمام، الله ينور. الوانه حلوه قوي على الفستان ده.
ويوم الجمعه برضه يبقى نازل برضه عليه خصم 90 جنيه. يعني معنى كده ان يوم الجمعه فيه خصومات جامده. اه طبعا. يلا بقى هيصل على كل البيجامات وكل والله يا حبايبي انا جايه ولا متفقه معاهم ولا اول مره اصلا اكلمهم بصراحه. والنهارده الناس عملوا لنا يعني عروض حلوه جدا، شاكره ليكم ان انتوا فرحتوا متابعيني. في ايه تاني بقى؟ القمصان الفسكس دي، القمصان الفسكس دي طبعا تلبس جمال مقاسات تمام، خامة جميله جدا واشكالها كلها جميله. ايوه بصوا اشكالها يا حبايبي، الوانها هي الازرقات وعلى البيتي زي ما حضراتكم شايفين، وعلى ابيض في اسود. اه بصوا الجمال والنقوشات بقى. ده ده بكام بقى ده؟ بصي ده 120 بس. طبعا لاي حد متابع القناه برده 90 جنيه ان شاء الله. يوم الجمعه فيه يوم مهرجان، يوم الجمعه طبعا خصومات. واللي هيجي بقى بعد يوم الجمعه بقى يشوف بقى الحاجه خلصت ولا ما خلصتش. هم ورزقهم بقى، انتوا ورزقكم. وده بقى ده كم مروحه. اه ده كم مروحه. اه بكام برده ده؟ ده برده 90 جنيه. 90 جنيه. بصوا حبايبي جمال حلو وفسكوز. بصوا الالوان دي عامل زي الوانه كلها جميله جدا بصراحه، الوانه جميله. كل دي الوان طبعا، كل دي الوان طبعا. المحل ما فيهوش عبايات بس على فكره، في كمان حاجات عبايات استقبال تانية وحاجات كمان عرايس. هنتفرج بقى على عبايات الكريستال دي ولا اللي هي؟ ماشي اتفضلي. تعالي يا قمر. العبايات بقى الكريستال بقى دي الحلوه دي جميله جدا، كلها عبايات استقبال. كلها عبايات استقبال. اه بس طبعا جمال مقاسات تمام. دي بحزام برده، في منها لحد 4 اكس لغايه 4 اكس على العيد بقى. يلا بقى طبعا عشان تلميه من ورا حلو تجسميها. في حاجه اللي هي الله. كده بصي بكام بقى دي؟ بصي دي المفروض شغاله 250 بس. أوه. طبعا لمتابعين القناه في خصم يعني. اه طبعا 190 جنيه يوم الجمعه برضو عليها عرض. اعرفوا بقى الحاجات اللي عليها عروض يوم الجمعه باذن الله. 190 جنيه. 190 جنيه دي اول عرض لحضرتك. ربنا يخليك والله، ربنا يبارك لك يا استاذه. في حاجه زي الفستان ده اصلا ده الخروجي. تعالوا بقى افرجكم بقى يا جماعه. بصوا بياخدوه بيخرجوا بيه اصلا. اه شكله شيك طبعا. بحزام برضو بتلمي من ورا. اه في حاجه ثانيه زي كده. تعالوا اتفرجوا ده. تعالوا بقى كام يا اميره؟ هيفاجئونا دلوقتي. ده مفاجاه مفاجاه طبعا. ده ولاد شايل بقى كام؟ 150 140 كمان جه عايزاه 140. اي حد هيجي ياخده هياخده ب 140 جنيه. متابعين القناه النهارده مدلعاكم. 220 اصلا شغال في المحلات كلها. اه 220 جنيه اللي هو ال 3 دي كمان. ايوه الحزام بتاعه. اه ومقاساته كام؟ لا في كل المقاسات. مقاساته طبعا. اه مقاساته حلوه جدا. حلو. انا شايفه عبايات حلوه برده كمان دي بيقولوا لنا عليها. برضو. اه الفسكس دي اللي هي الكم. ودي برضو يا قمر بكام؟ جميله جدا دي برضو لحضرتك 190. 190. بصوا الاشكال. العرايس بقى اللي عايزه تجهز بقى وكده. طبعا احنا في العصافره على فكره، هنقول لكم بقى العنوان بالظبط علشان اللي هيجي باذن الله ما يتوهش. ماشي. عندنا برضو حاجه كده. عندنا بقى بصوا بقى العبايات. كرداسه دي بكام؟ كرداسه دي 120 دي. اه بصوا الشياكه. بصوا يا جماعه القصه بتاعتها من المروحه. اه قصتها المروحة. هنشوف المروحة النهاردة طبعا. بصوا يا جماعة دي تلبس كل المقاسات. بصوا حبايبي الجمال دي بتتباع اصلا بره ب 240 جنيه و 250 جنيه. ايوة احنا بقى عندنا سعر مفاجأة. بصوا يا جماعة 3 اكس يعني معنى كده ان المقاسات الكبيرة موجودة. نازلة سعر مفاجأة ب 150 جنيه. 150 جنيه عباية كرداسة. لا النهارده لو انت جيتي بقى يوم الجمعه بجد يعني ربنا يا رب كده ايه يفرحنا جميعا يا رب. هتفرحوا. الفسكوس ده كده برده اللي هو الخامات اللي هي الفسكوس القطن جميله. أوه. جدا برده قشطه كلها جميله قوي. بصوا حبايبي بقى الجمال بقى. تعالوا بقى نشوف بقى احنا قلنا ده بكام؟ الفسكوس ده اه ده شغال 200 220 بس طبعا السعر مفاجاه 150 جنيه تمام. وعندنا بقى العبايات الحلوه دي. عبايات البسمه طبعا. اه البسمه. اه البسمه معروفه طبعا خامات قطن جميله جدا تمام. تقفيل حلو قوي منها كذا شكل. في العبايه اللي هي القضيضه. اه العبايات اللي هي الدريسات الرياضيه بقى بكام بقى؟ الدريسات دي عامله 200. دي عامله 200. اه 280 270 دي الخامه كمان اللي مستورد ولا توبر معاكي ولا تغير لون. كل الحاجات دي سيفي ولا شتوي؟ لا سيفي كل ده سيفي. اه الخامات اللي هي القطن. بصوا خامات القطن يا جماعه دي حاجات بقى. تعالوا بقى كمان بصوا كل اللي قدام حضراتكم ده موجود هنا عند ايه؟ مش هقول لك. فكرني بفيلم ما تقولش لحد. تعالوا بقى دلوقتي ندخل نتفرج كمان لو عروسه وعايزه وفي كاشات بقى. بصوا 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 الدلع بقى والجمال. في كاشات وفي حاجات حلوه قوي. الكاش من اللي فوق دول ايوه 55 جنيه و65 جنيه 40 جنيه كمان لو عايزه. أيوة. 40 جنيه لمتابعين القناه. تيجي تاخد منها بتتابع حضرتك. ربنا يخليكي يا قمر. شكرا لذوقك. مكانش. تعالوا بقى ندخل نتفرج كمان على حاجات تانية ونتفرج على ده كمان.
ده سالوبيت ده ولا ايه؟ لا ده كاش. كاش؟ اه. بكام بقى الكاش ده؟ 90 جنيه برضو. اه جميل جدا. شغال 120. اهي ام 45 اهي. تعالوا بقى. ايه بقى؟ يلا بينا ندخل بقى على البيجامات. اه ندخل. على العرايس. ماشي. يلا يا جميل. البيجامات اللي هي بزراير. بصوا البيجامات اللي هي مكسره الدنيا بقى. بيجامات طبعا طالعه موضه مكسره الدنيا البيجامه اللي هي بزراير. ايوه. طبعا على خامات كتير على اشكال. ايوه في اللي هي التايجر دي طبعا. اه دي على تايجر. سمايل طبعا يعني معروف. اه بصوا كده. كل الخامات دي اللي هي القطن. كل دي اللي هي البيجامات المزراير. كل دي اه بزراير. بتاعت العرايس. وبصوا بقى الدلع بقى بصوا الحاجات الحلوه بقى قولي بقى انت. البيجامات دي طبعا عرايس. برضو. جي ام طبعا خامات قطن اللي يعلى عليها تعالي برضه اوريكي كده خامه منها 3 اكس ولحد 4 اكس يعني لغايه 4 اكس كمان رفيعه هتلاقي والمليانه هتلاقي ايوه كده فرحوا الناس كلها توصل لحد 6 اكس في مقاسات خاصه خامات مع بعض حلو جدا بصي على الماتيريال وعلى التقفيل بقى حلو الله ينور بصوا يا جماعه بنطلون خامه طبعا قطن تلبس رفيعه وتخينه ده مقاس كام ده اكس لارج في اكبر من كده كمان كمان ناعمه وجميله ده جدا في كل خامات القطن دي البيجامه لما تشوفيها من غير ما تمسكيها باينه الماتيريال بتاعتها حلوه جميله جدا والخامه كمان حلوه قوي ده بكام قلنا ده كده عرايس كام دي اصلا دي يا جماعه ب 200 جنيه بس طبعا بعد 220 ده لسه هنشوف حاجات حلوه كتير قوي خليكم معانا لاخر الفيديو بصوا حبايبي عندنا عرض النهارده حلو برده بيجامه الشيماء دي طبعا شغاله 170 و160 جنيه طبعا بس مفيش الكلام ده دي ب 140 جنيه البيجامه اللي هي البنطلون 140 جنيه تمام تمام دي طبعا على كل اشكالها والبرموده منها دي طبعا منها اشكال البرموده منها وريها لها برده 120 جنيه 120 جنيه البرموده وشغاله 140 و130 جنيه اوريكي برده الخامه زي ما قلنا المقاسات كلها موجوده هنا المقاسات اه طبعا كلها موجوده تعالي نشوفوها حبايبي قطن برده قطن قطن ما شاء الله بصوا حبايبي هنا مقاسات كبيره ومقاسات صغيره على العيد بقى بجامه العيد طبعا بقولك علشان اللي تقولك انا بيجي انا وانا قاعده مع الناس وكده صح فدي بصي الخامه خامتها جميله جدا ايوه والالوان ثابته ما تبهتش وما تروحش تمام عندنا برضو حاجه كده ثلاث قطع اه دي ثلاث قطع اه دي بجامه بالروب طبعا على اشكال كتير اه بصوا حاجه زي كده برضو طبعا جي ام اللي هيقول عليه طبعا في حسام خامه اللي هي القطن يبقى طبعا طقم شورت كده تيشيرت وشورت مع الروب ومع البنطلون حلو ده برضو جدا. الوان في منه طبعا الوان خامه القطن طبعا في منه مقاسات في الشكل ده كده كمان أوه. يعني بصوا يا جماعه العروسه من اول الكاش العبايه كل حاجه موجوده لا وفي كمان لانجري كمان في لانجري كمان فيه بصوا في البيج سايز كمان في حاجات البيج سايز موجوده اه طبعا اسعارها برضو حلوه حنينة اه طبعا بصي من اول 3 اكس لحد 6 اكس طبعا المقاس الكبير ايوه يعني بيج سايز بقى في كمان اللي هي البيجامات اللي هي التايجر اللي هي العرايس طبعا طالعه موضه دي الحاجات كل دي كمان تمام جميله جدا كل الموديلات دي وفي اللي هي القمصان بقى من الرواب اللي العروسه تقول لك انا عايزه قميص قطن والكلام ده اه كام بقى ده الحلو ده بصي كام يا جميل بصي في حاجه زي كده اه ده شغال 250 و240 بس اي حد طبعا من تبع القناه ده 190 جنيه تمام الله ينور وفي حاجه زي كده عامل 210 حلو جدا في حاجه زي كده في طبعا الطقم اللي هو اللي بالشورت اه ده طبعا اللي بالشورت اللي هو بالروب نازل مكسر الدنيا السنه دي طالع موضه اصلا ده اي حد متابع القناه برده ده عامل 300 ده شغال 380 جنيه تمام في بقى عندنا كمان كميات بصوا بقى ده تحفة. طبعا العرايس البسمه دي جميله جدا في طبعا اللي هو الترنج الجينز ده بص ده ممكن ينفع على العيد برده اه طبعا ده كمان خروجي كل مره نيجي وده كمان اهو الطقم اللي هو الاربع قطع خامه قطن طبعا اكرم عايزك عايزه اقول لكم حبايبي ان في كمان مجموعه كتيره جدا من اللانجريهات كلها مصانع جميله اه حاجات كتيره في لاجوي طبعا مصنع معروف كمان طبعا ايوه حاجات حلوه كده ونشوفوه مع بعض طبعا لو عايزين باذن الله فيديو بقى مفصل لان في عروض حلوه جدا ده البانتي مثلا اه طبعا يعني ده ممكن يتلبس كده لوحده اه وفي اهو القميص اهو ماتيريال عاليه جدا اه ما شاء الله باينه بصراحه صراحه الناس هنا اصلا ذوق جدا الحاجات دي بقى اصلا اسعار شركه أوه. احنا بقى عاملين خصم اضافي على السعر المكتوب على العلب يعني كمان حاجه زي القميص ده مثلا السعر عليه كده 140 أوه. ده لاي حد متابع القناه 120 جنيه طبعا انا كده جبت لكم عروض حلوه جدا اصلا يعني الاسعار بتبقى نازله اصلا على العلبه يعني ما فيهاش كلام ايوه طبعا احنا بنعمل عروض من خصم طبعا 10% على اي حاجه لانجري من الحاجات دي اي لانجري 10% خصم عليه برضو للمتابعين القناه تمام يا رب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب عايزين نعرف المكان بقى فين
سنتر مش هقولك. أيوة. الملابس الحريمي. أو شارع عثمان بن عفان متفرع من المعهد الديني. بس كده. سمعين؟ شارع عثمان بن عفان متفرع من المعهد الديني. بجوار شارع إسنا. بجوار شارع إسنا. تمام العصفرة قبلي طبعا. أتمنى من حضراتكم الدعوة الحلوة واللايك والاشتراك في القناة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمام مكتب إيه؟ مكتبة زمزم. أمام مكتبة زمزم. تمام.